الزراعيه، السياحه الزراعيه بلواء الكوره، يعني صحيح انه لواء الكوره بتشتري بالسياحه الزراعيه. بطيخ مرحبا كان له النصيب الاكبر، نصيب الاسد، بانه يحصل على نحكي على على النسبه العاليه من السياحه الزراعيه، فبتوافدوا لنا الناس من جميع محافظات المملكه. وحقيقه يعني الان اي واحد بيجي من عمان، بيجي من اربد، بيجي من اي مكان، بيجي على لواء الكوره، يعني الا ما يمر على دكان، الا ما يمر على كازيه، الا ما يمر، فكان لها مردود ايجابي كبير جدا. حتى مع الرشات على الطريق اصبحت تبيع المنتجات البلديه البعليه، مثل الفقوس، مثل الباميه، مثل البصل، مثل البندوره البلديه، في شغلات كثير اصبحوا المزارعين يبيعوها. وكان يعني الصحيح دور كبير لبطيخ مرحبا انه شهر هالمنطقه وعمل لها سمعه، وكان مردودها على لواء الكوره مردود طيب. فمن فضل الله سبحانه وتعالى يعني كان الوضع ممتاز. فانا بس بتمنى كمان، بتمنى انه يا ريت انه يعني نشتغل شوي كمان على السياحه الزراعيه، يعني انه يولو السياحه اهتمام اكبر، خاصه انه الان جزء احنا مثل ما سمعنا توجه كله لدى الحكومه، وزاره التربيه والتعليم بالتوجه الى اللي هو التعليم المهني بتك. يا ريت انه يكون في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد مثلا زي هيك يفتحوا تفعيل للسياحه الزراعيه وتشجيع ابنائنا على الدخول في مجال السياحه الزراعيه. نعم في لواء الكوره. نعم صحيح. نشكر المزارع محمد شمس خريسات ابو دانيال على هذا الجهود، وان شاء الله باذن الله من السياحه الزراعيه في لواء الكوره عامره ومستمره بسبب تنوع المنتجات الزراعيه فيها. وشكرا.